ادهم اجي لك. ازيك يا ادهم الاول؟ كله تمام الحمد لله. قول لي بقى الموسم ده كان عامل ايه؟ خلينا انا خلاص اطمنت على الفرقه من الكلام. انت بالنسبه لك على المستوى الشخصي كلمني بقى على الموسم ليك كان ماشي ازاي؟ عملت ايه في الدوري قبل الدوري في البري سيزون؟ عملت ايه في الدوري؟ عملت ايه في الكاس؟ هو كان الدوري كان طويل شويه، السيزون كان طويل، فتره التمرين فتره الاعداد كانت طويله. بداته من كام لكام الاعداد؟ يعني هو مثلا الدوري كان امتى بدا؟ لا احنا بدانا اعداد من 7 ل 7، احنا بقالنا سنه بنتمرن يعني داخلين في سنه بجد التمرين ما وقفناش. دي كان تقريبا اصعب حاجه بصراحه بالنسبه لنا. لسه كنت بقول وانا بقول لفؤاد نفس الكلام، يعني اديتك تحدى نفسك او فتره التمرين طويله دي ان انت ما تفصلش في النص، فدي طبعا بتحتاج ان انت الفرقه تبقى برده كلها متداخله مع بعضها، لما حد بيقع التاني بيقومه. صحيح. فالدنيا هي عشان كده الدنيا اتلمت الحمد لله، عرفنا ان احنا نعدي فتره الاعداد دي بنجاح. طب انت يعني انت هل حصل معاك الموسم ده حاجه بعد الشر اتصبت؟ لا كان في المانيا، كان عنده فتره والله كان عنده في الجامعه في المانيا. انت شكلي الماني بس كنت في المانيا. لا كان سمينه الالماني اصلا. اه بالظبط، يعني انت اخترت البلد الصح. ايوه عشان انت شكلي الماني. طب قول شكلي الماني وتدي انجليزي شويه بس ايه اللي خلاك يعني تروح المانيا؟ رحت المانيا ليه؟ عشان تبع الجامعه، يعني كنت رحت قعدت عشت هناك 5 شهور يعني. خدت ترم، خدت ترم فتره اعداد. هو رجع لنا من المانيا في فتره اعداد يعني فظيعه. لا ما انا شايف الكلام ده. لا بجد بص ما تشتغلنيش بص انا عارف اللي بيحصل على الهوا بينكم وبعض. يعني خدت عليه كتير. بس فاتت اتمرنت في المانيا. الحمد لله. كنت اتمرن فين؟ كنت في فريق كده اسمه FCN، كان فريق برضو مش من اقوى انديه هناك، بس فريق قوي يعني. كان في برلين ولا فين؟ في برلين. برلين اتمرنت معاهم، لعبت معاهم ماتشات ولا لا ما كانش ينفع العب طبعا معاهم ماتشات عشان كنت مسجل في الاهلي. قالوا لي هل في امكانيه ان انت تقعد؟ بس انا طبعا كان لازم ارجع يعني عشان انا كنت قاعد هناك 5 شهور وراجع. انت في سنه كام في الجامعه؟ لا انا خلاص انت خدت الترم الاخراني. بالظبط. انت جي يو سي صح؟ بالظبط. عشان كده رحت هناك خدت ترم بدل ما تاخده في مصر خدته هناك. استفدت من التجربه دي طيب؟ بصراحه هي الصراحه يعني اكتر من التعليم هي علمتني برضو العيشه بره، وانا اشتغلت برضو في كذا حاجه صغيره هناك بره. لازم كله بيشتغل مش حد بيقعد. الفتره الصغيره دي فيعني علمتني حاجات كتير بصراحه يعني. طب قول لي برضو معلش انت خدت تجربه حلوه، خليني اكلمك ليه الناس لما الشباب بيطلع بره ممكن تلاقي شاب في الجامعه وقاعد كاشير على 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 محل، او تلاقيه مثلا بيشتغل في مطعم وما بيتكسفش خالص وما بيتضايقش وما بيزعلش، بالعكس بيشتغل وبيأدي وبياخد فلوس وبيصرف على نفسه. ليه احنا كده مش في مصر؟ ليه في مصر ده بيشتغل كده بره تقريبا؟ ايه المشكله؟ وزعت جرايد بره تقريبا كان هو بالعجله. برافو. وبياخد في الساعه مثلا 8 يورو 10 يورو ويجمع له في اليوم 100 يورو ويصرف بيها ويعيش ملك هناك وبتاع. طب ليه احنا لما نروح هناك بنعيد بقى بالفكر ده؟ عشان الجرايد عندنا مش زي الجرايد. بقول لك على حاجه كويسه، هي هنا جرايد الماني، ايه رايك؟ لو حد عارف يقراها تمام. بس برافو عليك يعني استفدت. الحمد لله استفدت من الجرايد الالماني. كان بيشتغل بيعمل فتنس بالصبح عجله ويوزع جرايد وبالليل بقى جره ميه. طب ما فيش دراسه؟ لا مش فاضي. مش فاضي بقى الكلام. بس كانت تجربه كويسه. الحمد لله رجع بقى فتره اعداد كويسه. رجعت فايق وكده ومتمرن معاهم. طب يفرق الوتر بولو؟ انت اتمرنت مع فرقه برضو يعني فرق كبير بيننا وبين تمرينهم ولا؟ بص هو الفكره كلها بتبقى في الفتنس اكتر، هم فيزيكلي اقوى مننا يعني واسرع وبدنيا جاهزين عننا اكتر بكتير، فهي دي اكتر حاجه بتبقى فرق يعني. طب ليه؟ هل هم متاسسين صح غيرنا ولا بيدوا وقت للفتنس اكتر؟ هم طبعا هناك برضو مدين الرياضه وقت اكتر من ما احنا مدينا هنا في مصر، وفي نفس الوقت برضو هم متاسسين من زمان بطريقه مختلفه عننا، فبتلاقي حتى اجسامهم والفتنس بتاعهم اعلى مننا بكتير يعني.